ايه الجمال والحلاوة دي؟ انا اول مرة اشوف مكنة اسبريسو بالجمال ده والشياكة دي. معانا النهاردة موديلين مكنة اسبريسو، ومعانا مطحنة البن. يعني النهاردة معانا مجموعة متكاملة، تقدر انت تطحن البن بتاعك او تقدر تطحن البن بتاعك، وبعد كده تدخل بقى على القهوة والتكات والحركات، وتعمل بقى اسبريسو، تعمل لاتيه، تعمل قهوة تركي، تعمل اللي نفسك فيه في المكنة دي او المكنة دي. خليكم معانا. ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم محمود البيلي من معرض البيلي للادوات المنزليه. معانا النهارده موديلين مكن اسبريسو ارشر، البراند الالماني المعروف والاقوى على الاطلاق، بضمان 18 شهر لاي جهاز تقديم مننا. ومعانا مكنه طحن البن، هتطحني البن الناعم والبن الخشن عشان تعملي القهوه الاسبريسو وتعملي القهوه التركي، تعملي اللي نفسك فيه في مطحنه البن. ومعانا الموديلين دول، طبعا الموديل ده والموديل ده، بصراحة في طبعا فرق في الأسعار، وفرق برضو ساعة لترية، وفرق شكل، وفرق كل حاجة في الأداء، بيطلعوا نفس النتيجة، بس هنا الساعة لترية أكبر. وطبعا مكنة الإسبريسو هنا تاتش، وبصراحة شكلها جذاب جدا، ويعني بصراحة شداني أنا بشكل شخصي المكنة دي بالذات. ودي طبعا 20 بار برضو، وده 20 بار اللي هو ضغط البخار. الساعة لترية بتاعت دي 1 لتر، انما هنا 1.8 لتر. من سنه تقريبا عملنا تجربه عمليه لمكنه اسبريسو ارشيا، بس طبعا موديل مختلف عن الاثنين دول. دول يعتبروا اجدد موديلات نازله من ارشيا. هنوصل المكنه في الكهرباء عشان نشوف شكلها عامل ازاي في الاستخدام. طبعا الجهاز زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده، طبعا معاه ورقه الضمان ومعاه الكتالوج، طريقه الاستخدام، طريقه التنظيف، طريقه الفك والتركيب، وكل حاجه في الاستخدام ممكن تستخدميها وممكن تستفادي منها من الكتالوج بتاع ارشيا. تمام، وزي ما انتم شايفين الشكل الجميل ده، العداد بتاع البار اللي هو، طبعا عشان نشرح لكم المكنه دي بالتفصيل عايزه فيديو تاني خالص بعيدا عن المجموعه دي كلها. زي ما انتم شايفين كده تاتش، بتختاري بقى انت فنجان واحد او فنجانين، او نشتغل بالستيم. وده برضو شوفوا، طبعا انا مش هقدر ان انا اشغلها عشان مفيش فيها ميه، هنقفلها تاني. بس ما شاء الله بصراحه شكلها جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. وهنا الخزان، تمام، بصراحه شكلها شيك جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين المنتج الثاني معاه الكتالوج ومعاه طريقه الاستخدام وكل حاجه والتنظيف، تمام، وبرده استخدام على تاتش. بنختار فنجان او فنجانين او ثلاثه. طبعا انا ما اقدرش ان انا ايه استخدمها عشان ما فيش فيها ميه، هفصل، لان طبعا غلط ان انا استخدمها وهي ما فيش فيها ميه. طبعا ده الهاند بتاع الستيم، وده الهاند بتاع الاسبريسو اللي تنزل منه القهوه. زي ما انتم شايفين كده الجهاز شكله حلو جدا، زي ما انتم شايفين كده كده. دي مطحنه البن، وده البوله بتاعتها، طبعا بيبقى ليها غطا، بنشيل الغطا، تمام، وبنحطه مكانه بالشكل ده. وطبعا دي درجات طحن القهوه من ناعم لخشن، ولو عايزين نفتحها بنفتحها، عايزين نحطها، تمام، بنحطها ونلفها مع عقارب الساعه كده، بنوصل لدرجه ناعمه من الطحن. واما بنلفها العكس بنوصل لدرجه خشنه من الطحن، تمام. حبينا نحط، بنحط هنا البن زي ما انتم شايفين كده، تمام. طبعا كده بنطحن على انعم درجه. طبعا المكنه فيها امكانيه ان احنا نعمل 2 كوب، 4 كوب، 6 كوب، 8، 10 لغايه 12 كوب، انت بتختاري على حسب ما انت عايزه، تمام. بنختار طبعا كام كوب احنا عايزين، وبعد كده نضغط هنا فهي بتشتغل، تمام، هي بتشتغل. حبينا نفصلها بنفصلها، بنضغط على زرار الباور، وبعد كده هي طبعا بتنزل في البوله اللي انتوا شايفينها دي، وبنشيل وبنفرغ وبنعمل احلى قهوه. كان معاكم محمود البيلي، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو والمنتجات عجبتكم. نشوفكم في فيديو جديد مع منتج جديد. مع السلامه.